السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. احتج عشرات الشباب بنواكشوط مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين الموريتانيين بسجن غوانتنامو محمد دول السلاحي وأحمد دول عبد العزيز، وندد المحتجون باستمرار اعتقال الموريتانيين اللذين مضى على وجودهما بالسجن أكثر من 10 سنوات، كما طالبوا السلطات الموريتانية ببذل المزيد من الجهود من أجل إطلاق سراحهما. عقدت الحكومة الموريتانية اجتماعها الأسبوعي في القصر الرئاسي بنواكشوط، وذلك بعد عودة الرئيس محمد بن عبد العزيز من زيارته لجمهورية الصين الشعبية، حيث شارك في المنتدى العربي الصيني، ووقعت على هامش 6 اتفاقيات بين الحكومتين الصينية والموريتانية شملت مجالات مختلفة. ويأتي الاجتماع اليوم بعد أيام من اختتام جلسات الحوار التمهيدية ودعوة المشاركين فيها إلى إجراء حوار وطني شامل في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. نظم الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني أمسية بنواكشوط نصرة للمسجد الأقصى المبارك وما يتعرض له من بطش على أيدي الصهاينة هذه الأيام. الأمسية شارك فيها نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة إلى جانب عشرات الناشطين في منظمات المجتمع المدني الداعمين للقضية الفلسطينية. تتواصل بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال مؤتمر يجمع قادة الجيوش الجوية في 20 دولة أفريقية وقادة في سلاح الجو الأمريكي بأفريقيا وأوروبا لنقاش تحديات الأمن في المنطقة في ظل تصاعد نشاط الجماعات المسلحة في القارة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 3 موجز أخباري بحول الله. السلام عليكم.